Now we're starting with our upcoming speaker, our district governor nominee, Yasser Nashaat. Yasser Nashaat is a friend and a neighbor and everything that we can count on. Thank you, Yasser, for being here among us today, and thank you for joining us with your always and everlasting nice speeches that are really to the point all the time. Yasser has a Bachelor of Science in Mechanical Engineering, a very good fellow in that, power sector in Cairo, from Cairo University in 1985. He is the Deputy Managing Director for Operation and Engineering at TAQA for marketing oil products. And he used to be a member of the Management Committee, a Governor Affairs and Supply Manager, ExxonMobil Egypt. He is our upcoming DGN, and his positions in Rotary cover the following: 2018-19 an Assistant Governor Coordinator, 17-18 an Assistant Governor, 16-17 an Assistant Governor Coordinator, 15-16 a Disaster Relief Committee Chair, 14-15 an Assistant Governor, 13-14 an Assistant Governor. He is the ex-vice chair for Energy Committee of the American Chamber of Commerce in Egypt and a member of the Energy Committee in the Federation. Hello, Yasser. I'm sure the speech will be so enjoyable as usual. Thank you. مساء الخير. كل سنة وانتم طيبين زملائنا الروتاريين بمناسبة نهاية العام الروتاري 19-20 وبداية العام الروتاري بإذن الله بعد أسبوعين 2021. أحب أهني زميلنا محافظ شريف والي بالسنة العظيمة اللي عملها والأداء المميز في ظل ظروف صعبة جدا قابلتنا كلنا وقابلت العالم في ظل ظروف جانحة كورونا COVID-19. أحب أقول له شريف جود لك، حقيقة عملت شغل كويس قوي، إحنا فخورين بيك واللي عملته السنة دي، وبنهني زميلنا محافظ قادم أسامة الأحمر والتيم بتاعه وكل الرؤساء القادمين والسكرتيرين، أهنيهم ببداية العام الجديد اللي هو 2021 وبإذن الله يعملوا سنة كويسة ونستمر في أداء رسالتنا لمجتمعنا المصري. إحنا دلوقتي بتقابلنا مشكلة كبيرة قوي اللي هي كورونا COVID-19. يا جماعة لازم نتفق مع بعض الاتفاق إن قبل كورونا حاجة وبعد كورونا حاجة تانية، فلازم نتفق ونبتدي نجهز نفسنا إزاي نقدر نتعامل مع التغيرات الكبيرة اللي هتحصل في الدنيا كلها مش عندنا. فبإذن الله هيبقى الفوكس بتاعنا ده، الهدف بتاعي ان احنا نفوكس ازاي نادابت ونبقى فليكسبل انف، ازاي نشتغل ونفضل بنفس البرفورمانس بتاعنا ما نتاثرش باي ازمات بتقابلنا. اول حاجه بالنسبه لي واول حجر اساس في الروتري هو النادي، وانا شايف النادي احنا عندنا دور جامد جدا في تقويه الانديه في المنطقه بتاعتنا، لان ده الاساس. مش هنقدر نبقى منطقه قويه الا لو انديتنا قويه، والنادي قوي باعماله بشغله. النادي ما بيبقاش قوي الا لو عنده ادمنستريشن قوي. الادمنستريشن هو ده البلاتفورم اللي بيتبني عليه، هو ده الفاونديشن اللي بيبني عليه النادي كل الاعمال اللي بيعملها والخدمات اللي بيقدمها والمشاريع اللي بيقدمها. فانا الفوكس بتاعي باذن الله هنشتغل مع الرؤساء اللي بعد القادمين والسكرتيرين اللي بعد القادمين على بناء خطه اداريه قويه نقدر نواجه بيها كل المعوقات اللي هتقابلنا في الفتره الجايه، بحيث ان نبقى فليكسبل انف ونبقى عندنا فليكسبيليتي ومرونه، بحيث ان احنا يبقى عندنا باي لوز، عندنا سيستمز، عندنا جايد لاينز لكل حاجه بنعملها، ونقوي دور النادي، الاعضاء، نقوي دور البورد بتاع النادي، نقوي دور الرئيس والسكرتير. فاول حاجه هنركز عليها باذن الله هنشتغل مع مساعدين محافظين المحافظ، وهنشتغل مع رؤساء اللجان، لجنه الادمنستريشن واللجنه الماليه، بحيث ان احنا نقوي البلاتفورم دوت عشان نقدر نبني بناء قوي. تاني توجه العضويه. يعني انا طول عمري وفي محافظين يعني معايا على نفس النهج ان احنا ما يهمناش العدد، احنا يهمنا الكواليتي بتاع البيبل. وعايز اقول لكم حاجه، مش معنى ان احنا ندور على كواليتي بيبل ان احنا مش هنجيب عدد، لا بالعكس هنجيب عدد، بس هنبقى الفوكس بتاعنا هو الكواليتي، هو البني ادم اللي احنا هنضيفه لعائلتنا. هيدخل معانا واحد جديد اخ وزميل، يا جماعه اللي بيدخل روتري ده بيبقى واحد من عائلتنا، فلازم ندقق جدا. زمان ايام انا فاكر من 20 سنه لما دخلت الروتري انا ما طلبتش ان انا ادخل روتري، انا في ناس جم وكانوا شايفين عندي الكاباسيتي ان انا اشتغل في الروتري. لازم اللي نختاره يبقى عنده الكاباسيتي. في ناس كويسين بس ما عندهاش السكيلز والكومبتنسز اللي هي تخليها تأدبت مع
الروتري. فده احنا لازم نفوكس عليها، لازم نرجع تاني ناخد وقتنا في اختياراتنا. لازم الاختيارات تبقى بناء على وقت ماضينه كويسين، قادرين نحط ايدينا على نقط قوه ونقط الضعف بتاعته اللي هتفيدنا ولا لا، وما نقبلش حد ان هو يبقى عضو معانا في الروتري الا اذا كان فعلا هيبقى فاليو اد لينا. وكل الناس هيبقوا فاليو اد لينا بس بشكل معين، عشان نقلل الكونفليكتس اللي بتحصل في الانديه ونقلل المشاكل اللي بتحصل في الانديه. ده كان تاني توجه، ده هيبقى محتاج مننا مجهود جامد جدا، وفي زملاء لينا هيساعدونا في الحته ديت عشان نقدر نشوف الكومبتنس والسكيلز بتاعه البوتنشال ممبرز بتوعنا. تاني دايركشن باذن الله اللي عايز اشتغل عليه واخونا اسامه الاحمر شغال عليه من السنه دي، اللي هو تخفيض التكلفه. تخفيض تكلفه الروتري ازاي الكلام ده نعمله؟ لازم نفكر افكار غير تقليديه وبره الصندوق. احنا النهارده عملنا ادينا المؤتمر بتاعنا اونلاين، اسامه الاحمر عمل البيتس بتاعه اونلاين، فلازم نفكر في افكار غير تقليديه ونبتدي فيها ونجرب. احنا يا جماعه الوقت الريفورمينج ما بياخدش يوم وليله، الريفورمينج بياخد وقت، ممكن يبتدي في سنه اسامه ما ينتهيش غير سنه عماد، وكلنا بنسبورت الافكار ديت. والميزه اللي عندنا النهارده مش الحمد لله وربنا يعني يحفظنا، ان احنا الاربعه بنشتغل استراتيجيك مع بعض، شريف اسامه ياسر عماد، محدش بيقول دي سنه مين، دي بنقول سنه روتاريه كذا، ما بنقولش سنه المحافظ. ودي من الحاجات الكتيره اللي محتاجين ان احنا نركز عليها. تخفيض الاسعار التكلفه مش معنى ان احنا ندفع اقل، لا، ممكن ندفع نفس الدفع بس نعمل اوبتمايزيشن، ما نزودش البيردن عن الناس اللي كانوا بيدفعوه نزودوا عليها. زي ما كان اسامه بيتكلم الاجتماعات المشتركه وي 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 وي، كل ده لازم نفكر فيه، ممكن نعمله اونلاين، في حاجات هنبتدي نفكر فيها ونستغل الريسورسز اللي عندنا. احنا عندنا ريسورسز في كل حاجه يقدروا يعملوا برين ستورمي ونطلع بالدايركشن دي. الدايركشن ديت المفروض مش بتاعه واحد ولا اتنين، دي بتاعه مجموعه الروتاريين كلهم اللي في مصر، فاحنا نسبورت الكلام ده وهنتكلم مع بعض وازاي نقدر نعمل كده حاجه كويسه قوي. من الحاجات المهمه جدا ان احنا لازم نوضح للانديه بطريقه واضحه وصريحه دور المحافظ، دور الاسيستنت جوفرنر، دور الكوميتيز، ازاي يستفيدوا بالريسورسز، لان هم مش جايين عشان يبقى محافظ بس. في الروتري اتنين رؤساء، هو رئيس الروتري الدولي ورئيس النادي. المحافظ هو ممثل الروتري الدولي في مصر، فدي محتاجين ان احنا هنبقى كرير فيها اكتر مع الانديه، ازاي نعمل لهم سبورت، ازاي نعمل امبروفمنت معاهم للانديه بتاعتهم، لان النادي هو الاساس. الدايركشن المهم جدا بالنسبه لي المؤسسه الروتريه، المؤسسه الروتريه طول عمرنا بنقول يلا نزود يلا نزود الجفن، انا معاه تماما، ولازم ندي علشان نقدر ناخد، ولازم ندي عشان ده بيسبورت العالم كله، والمؤسسه الروتريه ده الذراع المالي للروتري، فلازم احنا كروتريين ما دام علقنا البن ان احنا نسبورت الذراع المالي بتاعنا. بس الاهم من ده واللي انا عايز احط له اوبجيكتيف لينا، احنا هناخد كام وقد ايه جرانتس، والجرانتس دي هتفيد قد ايه؟ احنا البلد بتاعتنا النهارده محتاجه لكل نتضافر كلنا ونجيب كل قرش حتى من بره مصر عشان نقدر نعمل بيه مشاريعنا، نقدر نرفع مستوى الناس اللي حوالينا، نقدر نعمل مشاريع لمجتمعنا قويه ومؤثره، وده دايركتلي هيأثر في البابليك ايمج بتاعنا. حجم مشاريعنا، قوتها، تأثيرها، هو ده اكبر رساله ممكن نوصلها للي حوالينا. فاحنا باذن الله هنحط اوبجيكتيف، زي ما بنحط اوبجيكتيف ان كل نادي يتبرع بقد ايه، هنحط اوبجيكتيف احنا هنجيب من لكل نادي قد ايه من الجرانتس باذن الله. فهو ده الاتجاه المهم جدا، ان تبقى وين وين سيتويشن باذن الله. تاني حاجة احنا هنكمل ونأبديت اللونج تيرم فيجن، استراتيجيك فيجن اللي احنا بتاعتنا بتاعت المنطقة. لازم نحلم كلنا مع بعض بعد 4-5 سنين هنبقى في انهي حتة يا جماعة؟ انتوا بتحلموا تبقوا ايه؟ تاني واحد ولا تالت منظمة ولا رابع منظمة في مصر؟ والحلم بتاعنا دوت لازم يبقى ريفليكت على طول في اكشن بلان ديتيلز سمارت وديتيلز فيها كل اللي احنا هنعمله، يتعمل في سنتي، يتعمل في سنه عمادي، يتعمل في السنه اللي بعديها، ونبتدي فيها من سنه اسامه. ومعانا حظنا كويس ان هيشتغل معانا من اول سنه محافظنا اسامه باذن الله، هيشتغل معانا عبد الحميد العوه، وده راجل من الناس اللي نثق فيهم وعنده فكر ومن الناس المحترفين في الاستراتيجيك بلانك. في حلم نفسي اعمله عشان نبقى مؤثرين، لازم نظهر بشكل تاني. نظهر يعني ايه بشكل تاني؟ يعني نظهر على مستوى الجمهوريه او حتت كتيره من الجمهوريه في نفس الوقت لحظيا. فانا بفكر لسه
يعني هنفكر ونذاكرها مع بعض ونشوف ازاي هنعملها. نقسم مصر لعشر مناطق بعشر مشاريع ميجا بروجكت. الميجا بروجكت مش هيعملها المنطقة، المنطقة مش شغلتها انها تعمل مشاريع، الميجا المنطقة شغلتها انها تكوردينيت وتفاسيليتيت المشاريع ديت للأندية، ونقسم الأندية على عشر مناطق دول، ونقدر في نفس الوقت نبتدي في نفس الوقت مع بعض ونخلص في نفس الوقت مع بعض. في اللحظة ديت ان مصر كلها هتشوف ان الروتري دخل بيعمل حاجة كويسة، بيعمل حاجة ماس، بيعمل حاجة افكتيف، بيعمل حاجة مؤثرة للشعب. ده كله ما قدرش نعمله إلا لو حسننا علاقتنا من الحكومة. دي نقطة مهمة جدا، لأن لازم تبقى خططنا متواكبة مع خطط الدولة الشاملة للتنمية، عشان ما نقدرش نشتغل إحنا في وادي وهم في وادي. لازم تتضافر الجهود كلها في اتجاه واحد. من الدايركشن بتاعنا ان احنا نركز على العلاقات الحكوميه، العلاقات الحكوميه على مستوى الخطط، من الاول نكون معاهم، من الاول نكون في ظهرهم، في الاول نقدر نقول لهم هنقدم ايه نقدر اللي احنا نقدر نعمله معاهم. تاني حاجه، احنا لازم، احنا منظمه مالتي ناشونال عالميه مش منظمه محليه، لازم نحسن علاقتنا بالمنظمات الدوليه زي الـ WHO وغيره، بيبقى في علاقات قوية. نقدر ازاي نإنفلنس هو، نقدر ازاي نأثر عليهم بحيث ان هم يسابورتوا المشاريع التنموية في مصر. والحاجة اللي قبل الأخيرة اللي أنا تهمني جدا، العلاقات مع الـ NGOs المنظمات الأهلية في مصر. احنا محتاجين نعمل في الاريا دي شغل كويس قوي. احنا في شغل كان معمول بس محتاج ان هو ينظم، يتعمل جايدلاين، نقسم الريسبونسبيليتي بتاعتنا وبتاعتهم، ازاي نظهر وازاي هم يظهروا. احنا مش مجرد عايزين نظهر، احنا بنحاول نبني كريديبيليتي بتاعتنا، بنحاول نبني البراند بتاعنا. البراند بتاعنا هيظهر معاهم ازاي؟ احنا لازم نعيد النظر في الحته ديت، وازاي نشتغل والناس متفاهمين، لان في الاخر هدفنا واحد، هو ان احنا ندعم المشاريع التنمويه لجمهوريه مصر، لشعبنا، لاهلنا، لمجتمعنا. انا عايز اقول حاجه في الاخر يا جماعه، ان الانديه كلها لازم تتعاون، الانديه دي كلها لازم نشتغل مع بعض. لما انا دخلت الروتري من 20 سنه دخلت نادي الجيزه، كان عدد اعضائنا 65 واحد، وكانوا زعلانين ساعتها ان هم بيقلوا، لان قبل ما ندخل كانوا 85 واحد، فحسوا ان هم نزلوا جامد. النهارده بنشوف انديه 10 و15 واحد، مفيش 10 و15 واحد هيقدروا يعملوا البرفورمانس والاداء المطلوب منه. فانا اتمنى انكم تسبورتوا الفكره بتاعتي، نشتغل مع بعض في العشر مشاريع. مش معنى ان احنا نشتغل في العشر مشاريع ديت ان توقفوا المشاريع بتاعتكم الصغيره، بالعكس تشتغلوا عليها وهنسبورت ليكم، وتقبلوا ان احنا ندعمكم في كل حاجه. في الاخر الروتري هو العام الروتاري بتاع الروتري، مش بتاع حد، مش باسم حد. فاللي انا عايز اقوله لكم ان احنا باذن الله التعاون والعمل مع بعض، نستعمل الريسورسز الموجوده، نستعمل كل امكانيات الموجوده عندنا، ان احنا نلغي وننهي الكونفليكتس الموجوده، نحاول نبقى روتاريين. والبلاتفورم بتاعنا كلنا مش اصدقاء، احنا فلوس، احنا زملاء، وهو ده بدايه الريفورمينج الحقيقي اللي احنا محتاجين نعمله. متشكر جدا ووجود لك باذن الله.